في الختام تذكير بأهم وأبرز العناوين. أبو مازن والخزعلي يتفقان على حسم ملف رئاسة البرلمان والتوجه لإقرار القوانين التي تخدم الناس والبرنامج الحكومي. المخابرات العراقية تستعيد 3 من إرهابي سبايكر. أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء تثير استياء أهالي صلاح الدين. السوداني يلغي قيادة عمليات الكرخ والرصافة لضبط العمل العسكري ويدشن أكبر خطة لمشاريع البنى التحتية في بابل. مطرقة البرلمان تنقل من المندلاوي إلى المشهدان الأسبوع المقبل، والعفو العام يتنفس صعداء التشريع بهدوء. إلى هنا نصل نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.